كتير قوي اللي بقى قاعدين محتارين، مش عارفين ندعي اي دعاء ولا عارفين نقول اي حاجه. بنرفع ايدينا ربنا سبحانه وتعالى، بيبقى نفسنا نقول ادعيه حلوه، لساننا بيتلج، مش عارفين نقول دعاء. اعلمكم على حاجه حلوه كان قالها شيخ ربنا يبارك له، بيعلم واحد وهو بيطوف الكعبه، فقال له علمني ادعيه ادعيها مش عارف احفظ ولا دعاء. كل بيقول لك كل ما حفظه دعاء مش عارف يحفظه، كل ما حفظه دعاء مش عارف يحفظه. قال له بقول لك ايه، تعرف تقول يا رب ماليش غيرك؟ قال له اه اعرف. قال له ده سهل قوي، خلاص هعرف اطوف اقول الله يا رب ماليش غيرك. قال له طيب قول لي يعني ايه، قول ادعي ربنا سبحانه وتعالى لعيالك، قول يا رب اعطيهم كل اللي هم نفسهم فيه، ومراتي نفس الحكايه، واهلك نفس الحكايه، كل اللي نفسهم في حاجه رب اديهم لي. بيقول له خدت الراجل من زنا الصحن ونعمل العمره، بيقول والله والله الراجل من حلاوه الدعوه اللي هو كان بيدعيها وعمال يقول يا رب ماليش غيرك يا رب ماليش غيرك، بيقول 7 اشواط واحنا عمالين بندعي هو عمال يدعي ويقول يا رب ماليش غيرك. انا اللي شيخ ومعلم الناس كلها الادعيه وحافظ الادعيه، مش عارف ما عرفتش ادعي ولا دعاء، ونسيت كل الادعيه من حلاوه الدعوه اللي طالعه من بق الراجل وعمال يقول يا رب ماليش غيرك 7 اشواط، وانا عمال اقول يا رب ماليش غيرك. بيقول بكاني بكى عمري في حياتي ما طفت حوالين الكعبه 7 اشواط وبكيت البكى ده. ففعلا سبحان الله احنا ملناش غير ربنا سبحانه وتعالى. ساعات كتيره كتيره قوي بتتلجم لساننا، مش عارفين نقول حاجه لربنا سبحانه العظيم، رغم ان احنا عندنا امنيات كتيره. التجئ الى الله سبحانه وتعالى وقول يا رب ماليش غيرك يا رب ماليش غيرك يا رب ماليش غيرك، ان احنا ملناش غير فعلا الا ربنا سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وزي ما الشيخ قال ادعي يقول يا رب اعطي لامي سؤلها، واعطي لاخواتي سؤلها، واعطي لحبايبي سؤلهم، واعطي اولادي سؤلهم، واعطي كل نفسهم سؤلهم. فاحنا مالناش غير ربنا، والله مالينا غير ربنا سبحانه وتعالى. فلما العبد يعرف ان ملوش رب الا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك، ويعرف ان الله سبحانه وتعالى ان انت عبد منكسر بين يديه. الله سبحانه وتعالى يحبك ان تكون منكسر بين يديه، انك انت تتذلل لله، يا رب افتقر اليك في كل حاجه، اتسدت الابواب الا من بابك يا رب، كل الدنيا غلقت الا بابك يا رب، يا رب ماليش غيرك يا رب. فعلا تعني الكلمه بالمعنى كل المعاني، احنا ملناش غير ربنا، ربنا هو الواحد اللي عارف احنا نفسنا ندعو ايه، وربنا وحده سبحانه وتعالى عارف نحن عايزين نقول ايه، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلاك ترفع ايدك له وتنده وتناجيه. وربنا سبحانه وتعالى يحبك انك انت تنكسر بين يديه وتبكي وتتذلل اليه، تقول يا رب ادعي ربنا بارجى عمل عملته لله سبحانه وتعالى، سواء العمل ده ادخلت سرور على قلب مسلم، اطعمت مسكين، تصدقت على والديك، تصدقت على اخواتك الصغار، ادخلت البسمه على اخواتك، قعدت تهزر مع ابوك وامك، اهديت ابوك وامك هديه مثلا وبكى او ضحك او هزر، ادعي ربنا سبحانه وتعالى بارجى عمل عملته لله، ربنا يستجيب دعائك فيه. اللهم تقبل منا عملنا يا رب، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وعجلت إليك يا ربي لترضى، يا رب ملناش غيرك، يا رب ملناش غيرك يا رب. متعلقين بأسطارك يا رب، إلى من ندعو وأنت قريب، وإلى من نترك بابه وأنت بابك مفتوح غير مألود. إلهي وسيدي ومولاي، لا تردني إليك خائبة، ولا تردي يدي عنك صفرا، لا ترد يدي صفرا يا رب خائبتين يا رب العالمين. إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن دفعتني عن بابك فإلى باب من ألتجي. يا رب لا تحرمني بابك، ولا تحرمني طاعتك، ولا تحرمني رضاك يا رب العالمين. اللهم هون عن إخوتنا المسلمين في فلسطين يا رب، اللهم أطعمهم من جوع واسقيهم يا رب سقيا رحمة يا رب العالمين، وأنزل عليهم الرحمات والبركات، وأنزل عليهم النصر والإيمان والإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، وهزم من هزم الدين. اللهم عليك بكل من عاد الدين والإسلام المسلمين، ووقف أمام المسلمين ورب العالمين. اللهم إنا نسألك
أن تأذن بشريعتك أن تحكم الأرض. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إلهي وسيدي ومولاي وخالقي ورزيقي، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، يا ذا القوة المتين، إلهي وسيدي وخالقي ومولاي، اللهم نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وأولادهم وذريتهم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أن تعتق رقابهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. كنت معكم أختكم هبة علام.